تعيش هذه اللحظة التاريخية هنا في تطوان، وكلنا نعرف دلالة تطوان. باسم كذا وكذا قلت له ربما ستعرف أنني سأتكلم عن أستاذي وصديقي خالد الصحفي، وقال لي أنت دائما تفاجئني كيف ارتبطت بالهرم خالد الشباب في نهاية المتاعب. فقلت له ولتأكيد كلامي بعثت له بصورة تعود إلى منتصف الثمانينات ونحن نعود بتأسيس فرع الشمال للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة، وبالضبط بمنزل الفوتوغراف الرجل، نعم بمنزل الحاج تروف رحمة الله عليه. وأنتم تعرفون السنوات الثمانينات وبماذا كانت تعج آنذاك، وكانت ثمة من الإعلاميين أستحضرهم، ولكن الوقت لا يسمح بذكرهم جميعا، منهم من نزل على قيد الحياة وتقاعد، ومنهم من غادر ما إلى دار البقاء. وسأقول كلمة لأنه اليوم يجب أن أقول الأستاذ خالد ما أستحضره، وأنا كنت آنذاك شابا صغيرا ومندفعا، لأنه أعتقد أنه بعد المباشرة بعد تأسيس فرع النقابة الوطنية للصحافة لشمال المغرب، حين بعد ثلاثة أشهر أو أربعة على أعتقد كنت غادة طموح. وفي تلك اللحظة وأنتم تعرفون الأجواء السياسية التي كانت تتبع البلد، كان خالد له دور حاسم في إنجاح هذه المحطة. لم نغادر منزل الحاج تفوق رحمة الله عليه إلا ونحن مؤسسون ومهيئون الإطار مقابل عتيد مقابل من الصحافة المغربية التي كانت أشهر أنذاك الأستاذ والصحافي كذلك من الموقع محمد يزن. مما في لحظة لن أنساها وأردت متعمدا أن أقولها، أنني اكتشفت شخصا صلبا عنيدا مناضلا وفيا، أقول بثمرة ذلك ما شاء الله، ولو على أقلام هذه القامات، ولكن من حقنا كأبناء هذه المنطقة أن نفتخر، لأن تطوان كما قال الرفيق عبد الله القاري أنجبت أسماء زلزلت وبصمت الحياة سواء الثقافية والسياسية أو لا، وقس على ذلك. والوقت كما قلت يضيق لي، ولكن هذه الشهادة عرفت أن أقولها، وفي نفس الوقت سأجاري المنظمين الذين يلتمسون من الزميل الرئيس أن نستحضر الرائع خالد بإطلاق أو تسمية ساحة أو شارع أو مؤسسة ثقافية. أنا أقترح كذلك عن كل الفعاليات أن نجمع فرص خالد الشباب وأن نفكر في خلق مؤسسة من أنا بالنسبة لي هذه الفكرة وأعتبرها هي الوفاء الحقيقي، وهو هي الوفاء ديال الاستمرارية.